مساء الخير عليكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج كورة أو أحلام. حلقتنا النهاردة حلقة موضوعها مختلف وجديد، ناس كتير بتسأل عليه، هو تفسير رؤية النجوم والكواكب في الأحلام تفسيره إيه؟ طبعا اللي هترد علينا في كل التفسيرات دي دكتور مليكة. دكتور مليكة منورانا. ميرسي لك يا دينا وأهلا بكم جميعا، ويا رب نبشركم دايما بالخير يا رب. النهاردة حلقتنا لذيذة قوي، كواكب ونجوم شمس وقمر. بس قبل بقى ما نخش في كواكب بالتفصيل، أول سؤال هسأل حضرتك فيه، كواكب بشكل عام ورؤية النجوم بتكون خير ولا شر؟ بس يا دينا على حسب كل حاجة، وقلنا يا جماعة كتير جدا جدا جدا، دايما أشير دايما في كل مرة نقول فيها رموز محدش ياخدها على نفسه، لأنها بتكون يعني ممكن تنطبق عليك تنطبق على غيرك على حسب سياق الرؤية. نبي الله يوسف كان يعني حلم أول حاجة برؤية الكواكب. طبعا احنا كلنا عارفين الرؤية، يا أبتي إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فقد عبرت هنا بالإخوات. طيب هل يا ترى هتبقى كلها إخوات في معظم الرؤى؟ لا، أوقات بتكون علو شأن، أوقات بتكون ضرر، أوقات بتكون انتقال من مكان لمكان، أوقات بتكون ذرية، فكل واحد على حسب حاله بتنطبق عليه سياق الرؤية. طيب تحبي نخش على طول كده في الشمس والقمر، ولا نخش في الأنوار والإضاءة والله يدينا الرموز دي كلها ناس طلبوها، يعني الناس كلها بتحلم بالحاجات دي يعني. طيب بالظواهر الطبيعية كلها. هسأل حضرتك سؤال مختلف شوية، الشمس والقمر دايما القمر بيجي بالليل والشمس بتكون بالنهار، لو جه دكتور في المنام العكس، يعني الشمس جت بالليل والقمر جه الصبح، هنا التفسير بيكون بصي، أولا القمر ده نجم معتم، فده اللي هو العلمي. طيب احنا لما يجي عندنا ظهر بالنهار يبقى انكشاف امر غير متوقع، طبعا الانسان ياخد حذره لانه الموضوع ما بيبقاش سهل، انكشاف داخل فيها ممكن يعني حوارات كده غير مستحبة ابدا ابدا ابدا، فبتبقى منكشفة للرأي، وبعدين بتبقى في وقت هو نفسه هيتفاجئ بيها، فبتبقى من الرؤى الغير مستحبة. اما بقى الشمس لما تيجي بالليل طبعا دي بتكون برضو رموزها مش حلوة، احسن حاجة اما تكون حاجة بطبيعتها.